لما ببقى وسط قعدة حواليا ناس اصحاب يشتكوا لي واشكي ليهم عاللي فيا واللي فيهم، فجأة تيجي صرت ادمع احس اني مش بجمع، امشي لا رب جامع اركع وادعي ليا وادعي ليهم وادعي ليهم. شكوتي لله دي مكسب والصلاة على الحبيب، لما بحتاج له بقرب ألاقي أقرب قريب. شكوتي لله دي مكسب والصلاة على الحبيب، لما بحتاج له بقرب ألاقي أقرب قريب. باب سما مفتوح لي دايما عمره ما خيب ظني ابدا، يبقى يستحسن واحسن اني الجأ بس ليه.